وفي يوم الأحد عند الفجر أتينا القبر حاملات معهن عطوراً وأطياباً كنا قد أعددناها. ما الذي حدث هنا؟ فوجدنا الحجر قد تحرك من مكانه، ولما دخلنا لم يجدنا جسد يسوع. مرة واحد بيسألني بيقول لي: أنتوا المسيحيين عندكوا أدلة تقول إن المسيح قام من الأموات؟ قلت له: عندنا أدلة، ده احنا عندنا عشرات مئات الأدلة على إن المسيح صلب وقام من الموت، وأنا هباخد موضوع الصليب ده في حلقة خاصة جدا. لكن لما أقول القيامة، هل عندنا أدلة على قيامة المسيح؟ بص معايا لبعض الأدلة اللي هحاول أسردها واحد ورا التاني. افتح معايا كورنثوس الأولى 15 آية 3. يعني هقول أول دليل، أحط له عنوان كده وأقول نبوات العهد القديم. لكن هفتح كورنثوس الأولى 15 3 يقول: فإنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب. يقصد ايه الكتب؟ كتب العهد القديم فيها نبوات انه هيصلب، فيها نبوات انه هيقوم من الموت، فيها نبوات. النبوات دي اتكتبت قبل الصليب والقيامة بقد ايه؟ في حاجات قبلها بسبعمية سنة وألف سنة وأكتر من ألف سنة، وهجيلها الوقتي. يقول: وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. ياه، أدي بولس بيشهد. بولس ده كان ايه؟ ده بولس كان يهودي متعصب جدا. مين غيره؟ مين جابه عشان يقف يشهد الشهادة دي؟ كل التاريخ عارف ان بولس كان يهوديا فريسيا متعصبا، لكنه تغير. تغير منين؟ يسوع الحي المقام هو اللي غيره. يقول كده، يكمل: وأنه ظهر لصفا ثم للإثني عشر، بعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن. شايف ظهورات قد إيه؟ فبقول لك أول برهان، برهان نبوات العهد القديم. أجيب نبوة واحدة بس في مزمور 16 آية 10، يقول: لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. ده داود اللي بيقول الكلام ده، لن تترك نفسي في الهاوية، يقصد القبر. القبر وقف بطرس الرسول في أعمال الرسل 2، من فضلك اكتب ورايا الشواهد عشان تراجعها بعد كده. في أعمال 2 آيات من أول آية 29 يقول لليهود ما معناه: يا جماعة، داود لما قال لن تترك تقيك يرى فسادا، لن تترك، داود مات، داود دفن، داود قبره عندنا إلى هذا اليوم، كان بيكتب عن مين؟ عن يسوع. يسوع اللي جسده لم يرى الفساد، يسوع اللي قام من الموت في اليوم الثالث. فأنا بقول لك أول دليل هو نبوات العهد القديم. تاني دليل شهادة المسيح نفسه، المسيح نفسه لموته وقيامته. لأن الرب يسوع في متى 16 آية 21 قال إن ابن الإنسان يسلم لرؤساء الكهنة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. هو بيشهد من قبل ده ما يحصل. شهادة الملائكة، الملائكة، اقرأ قصة القيامة متى 28 من 5 ل 7 وانت هتشوف شهادة الملائكة. شهادة الرسل في أعمال الرسل 2 آية 23، هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منه. كان من المستحيل. ويجي في آية 32 يقول: فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. أعمال 3 آية 15، ورئيس الحياة. شايف يسمي يسوع رئيس الحياة، مصدر الحياة، منبع الحياة، قتلتموه، الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. بل اقرأ في متى 28 آية 11 شهادة الحراس الرومان اللي كانوا أصلا مكلفين بحراسة القبر، اللي شهدوا إن القبر اتفتح، إن يسوع قام
هم بيشهدوا بكده. ظهورات المسيح، ظهر لقد إيه المسيح؟ عشرات بل مئات، بل الرسول بطرس يقول ظهر مرة واحدة لأكثر من 500 أخ. الحجر المدحرج، القبر الفارغ، أكبر دليل على إن يسوع قام. شفت إنسان قبره فارغ لغاية النهاردة؟ بل حاجة تانية، إزاي الرسل، لما نقرأ تاريخ الرسل معظمهم ماتوا استشهدوا، معظمهم ما عدا يوحنا، إزاي واحد يقبل إن هو يقتل من أجل خدعة أو من أجل كذبة؟ دي حقيقة عايشوها، اختبروها، عشان كده ماتوا من أجلها. الكنيسة ليه من ساعة ما نشأت بتعبد الرب يوم الحد؟ لأن فجر الأحد قام المسيح. آخر حاجة أقولك، شهادة المؤرخين. عندنا كتير من المؤرخين شهدوا عن قيامة يسوع. واحد زي ألفريد إدرشايم شهد عن قيامة يسوع. الفيلسوف جاستن مارتر، لما نقرأ عن ترتليانوس كتب عن قيامة المسيح، وكتير. لكن أنا هاخد شهادة بس لأكبر المؤرخين اليهود، يوسيفوس. ماذا قال يوسيفوس عن قيامة المسيح؟ أنا نقلت بالحرف الواحد، يقول: وفي نحو ذلك الوقت عاش رجل حكيم اسمه يسوع، إن كان يحق أن تدعوه إنسانا لأنه عمل معجزات عظيمة، كان معلما مقتدرا، تلقى الناس تعليمه بفرح، جذب إليه الكثيرين من اليهود واليونانيين، حكم عليه بيلاطس بالصلب بناء على اتهام الرجل الكبير، ويقصد بالرجل الكبير اللي هو طبعا رئيس الكهنة. أما الذين أحبوه منذ البدء فلم يتركوه، لأنه ظهر لهم حيا في اليوم الثالث، ولقد سبق أن تحدث عنه الأنبياء والقديسون بهذه الأمور وبآلاف الأشياء العجيبة، وحتى اليوم لا يزال يوجد أتباعه المسيحيون. عشرات المؤرخين شهدوا لقيامة المسيح من الموت. عايز أقول لك، هل اختبرت الحقيقة دي؟ بولس يقول أقامنا معه، أقامنا معه. عايز تقوم من موت الخطية؟ عايز تقوم من الضعف اللي انت فيه؟ أدعوك إنك تمسك فيه وتتمسك بيه. الرب معك.